الفيلم الوثائقي ألتمان يقدم المسيرة الفنية لمخرج أمريكي عرف بتحليقه خارج سرب السينما الهوليودية. المخرج الراحل روبرت ألتمان صاحب نظرة متفردة باختيار المواضيع وأسلوب الإخراج، حاز على إعجاب كبير في أوروبا ونال جوائز عدة، منها السعفة الذهبية في 1970 عن فيلم ماش. المخرج رون مان يقول عن سبب قيامه بوثائقيا عن حياة ألتمان: كنت متعلقا جدا بأعمال روبرت في السبعينيات، فترة سينما هوليود الجديدة التي ظهر فيها كوبولا وجورج لوكاس ومارتين سكورسيزي. ألتمان كان أكبر سنا وهم كانوا أكثر تحررا، أسهموا بتحرير الفيلم. ألتمان أخرج في الثمانينيات الكوميديا الموسيقية باباي. العمل كان أول ظهور سينمائي لروبن ويليامز. كاثرين ريد ثالث زوجة لروبن ألتمان شاركته النجاح والإخفاق خلال 50 عاما تقول: كنت أواكب الصعود والهبوط، تعلمت التكيف، كان الأمر عصيا في أوقات الضيق، لكنه لم يكن يستسلم للحزن طويلا عند تلقي نقد لاذع أو إلغاء مشروع أو غير ذلك من المواقف التي يمر بها أي مخرج. عندما يشعر بخيبة الأمل يحاول دائما النهوض، كان مدهشا بذلك. ألتمان كان صاحب أسلوب سينمائي خاص متمثل بالفكاهة السوداوية والقصص المتداخلة. بالنسبة للمخرج الوثائقي رون مان، أسلوب ألتمان قبل كل شيء هو التعاطي المبتكر مع الفيلم. Bob is totally cool. The British Lottery Fund agreed to back the film. He won the lottery. I see Bob as indestructible. بالنسبة لي روبرت ألتمان لا يفنى. أسلوبه يتمثل بتنفيذ أعمال تدوم. His films are not ephemeral. توفي ألتمان بسبب مرض في الدم في 2006 عن عمر ناهز 81 عاما. الفيلم الوثائقي عن حياته يعرض في صالات العديد من البلدان حول العالم.